أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا مجددا. اليوم حنتكلم عن مشكلة أو قضية راجعنا بكرة، كلمة دائما نسمعها لما تراجع الدوائر الحكومية، دائما تسمعي يقولوا لك راجعنا بكرة. وكل مرة يجينا خادم الحرمين جديد ويعطينا توجيهاته السامية علشان الجهات الحكومية يسرعون بإنجازات معاملات المواطنين والمقيمين، يجي هذا الأمر السامي من مكتب خادم الحرمين إلى الوزراء فمدراء العامين فمدراء ورؤساء الأقسام فالموظفين عشان يوقعون بالعلم. وأثناء توقيع الموظف للأمر السامي تسمعه يقول للمراجع راجعنا بكرة. ويجي خادم حرمين جديد ونفس التعليمات وما في شيء يتغير، وخادم حرمين ثالث ويعطي أوامر سامية ولكن الحال باق كما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء بالقضاء، هذا إذا كان في قضاء أصلا. ليش دائما المواطن يعاني من ظاهرة راجعنا بكرة؟ ليش الأوامر السامية لخادم الحرمين مثل الحبر على الورق لا قيمة لها؟ ليش؟ بالنسبة لي واضح أنه سبب المشكلة هو الأمر، أنه الأمر صادر من مكتب خادم الحرمين، ولكن لو كان الأمر صادر من مكتب خادم الشعب لكان الأمر مختلف. المسيح تبارك اسمه عطانا الحل، جاء المسيح عشان يخدم ويبذل نفسه عن كثيرين ومش عشان ينخدم، متى 20:28، لأن خادم القوم سيدهم ومش خادم الحرمين سيدهم، لكن سيد القوم خادمهم. تعالوا يا جماعة الخير بقلب واحد وبشموخ الإيمان نصلي عشان هذا الأمر. يا رب يا يسوع نعظم اسمك نقدسك لك كل المجد يا رب يا سيد العظيم، حاطين هذا الأمر أمانة بين يدك، أنه بدل ما يقولوا راجعنا بكرة وراجعنا بكرة وراجعنا بكرة، يصير الناس قلبهم على بعض، مش عشان أمسك لي وقت طالك ولا عشان راجعني بكرة عشان أنا أرتاح، لا لازم يعني أنسى الواحد ينسى نفسه عشان يخدم أخوه الإنسان، وهذا ما يقدر يصير إذا ما تعلمنا منك يا رب. لما جسدت أنت بالمسيح يسوع وعلمتنا كيف نحب بشكل عملي، فحط يا رب هذه المحبة بقلب شعبي، أحطهم أمانة بين يدك، وإنت ما تضيع الأمانة زي ما حافظت على أهل النينوى وخليتهم يؤمنوا بيوم واحد. قادر يا رب، قادر أنت أنك تخلص شعبي اليوم باسم يسوع المسيح وبكل تواضع. آمين.